بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي الأعزاء المشاهدين الكرام في كل مكان، نلتقيكم مرة أخرى مع مساحة مثقفة وثقافة غنية. مرحب بكم مرة ثانية في هذه المساحة. حقيقة في المساحات السابقة كنا تكلمنا عن الدولة، تكلمنا عن القانون، تكلمنا عن كيفية تشريعه، تكلمنا عن الدستور، وتكلمنا عن الأجهزة القضائية، المحكمة المدنية، المحكمة الجنائية، والمحكمة الدستورية. والآن حنتكلم أيضا عن جهاز مهم جدا من أجهزة السلطة القضائية. قلنا نحن عندنا 3 سلطات في كل دولة، اللي هي السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. النيابة العامة، نتكلم عن النيابة العامة وهي جزء من السلطة القضائية، لأنها بتساعد المحاكم الجنائية، بتساعد والشرطة بتساعد أيضا في النظر في الجرائم والمخالفات الجنائية. النيابة العامة كمفهوم الدول والإنسانية عرفتها من زمن بعيد جدا، ممكن يرجع للقرن ال14، ودائما من كان الوثيقة وجد وثيقة في فرنسا بتقول إن ملك فرنسا آنذاك هو كان الملك فيليب الخامس، هو وكل بعض الناس لينوبوا عنه في الأملاك وفي المسائل اللي بتكون معروضة أمام المحاكم. إذن مفهوم النيابة واضحة من اسمها أن هناك من ينوب، وفي النيابة العامة هي بتنوب عن الدولة وبتنوب عن المجتمع في المحاسبة والجرائم المختلفة. المهمات الأساسية للنيابة ممكن نقدر نختصرها في 3 4 نقاط، منها هي التحقيق والاتهام وإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية. يعني إن النيابة العامة هي جهاز تابع للسلطة القضائية، بيستلم ملفاته غالبا من الشرطة أو بيرفع له مباشرة أيضا في بعض الدول، وبيبدأ في التحقيق إن هناك مخالفة التقت لما تصل له هو كنيابة عامة عشان يباشر فيها التحقيق، ويباشر أيضا حينما يباشر التحقيق ويصل لمرحلة الاتهام هو يوجه الاتهام ويحيل المتهم إلى المحكمة الجنائية. ليش؟ عشان المحكمة الجنائية هي حتصدر الحكم في الملف اللي هي اترفع عليها من النيابة العامة. بمعنى أن النيابة العامة يا أخواننا هو جهاز مهم وجهاز من أجهزة السلطة القضائية، واهتمامه بالإجراءات مهم جدا، أيضا احترامنا له ونحن كمواطنين مهم في شأن احترامنا للسلطة القضائية. يا أخوانا نحن لما نحترم السلطة القضائية، لما نحترم النيابة، لما نحترم الشرطة، ولما نحترم رموز الدولة، في الواقع نحن ما نحترم أشخاص فقط، لا، نحن نحترم القانون اللي جابهم واللي كلفهم عشان هم ينفذوا القانون. أنت لما تلقى إنسان مهمته أن ينفذ القانون، أنت تساعده وتحترمه وتدعمه، عشان نحن يا أخواننا العدالة هي ثمرة بتناول الجميع وبيستمتع بها الجميع. ونلتقيكم في مرحلة مثقفة أخرى.